أهلا وسهلا. من العنوان راح أسوي نموذج للتوزيعات حقت العيد. هنا عندنا الطول والعرض 10 سنتي، المثلث قصيته بحدود هم 10 سنتي، أخذ من النص 10 لـ5، وعلى أساسها من الخمسة النص هذه أطلع لفوق عشان أسوي رأس المثلث. النقطة اللي أنا حطيتها بالنص راح أطلع لفوق عشرة سنتي. هاي كاميرا. عمرتي هلا. طيب بقول لك شيء. تفضل. عندك قفازات مطبخ ذيك اللي تغسلون؟ لا. ما عندك؟ نعم. طيب أبغى أشتري واحدة. إيش عندك؟ تغسل مواعيني؟ لا. أنا بسمع فيها شيء. تبي النايلون؟ حلو. أوكي. ذيك مطاطية. راح أقول فاطمة تجيبها معي. تحددين النص بعدين على أساسها تطلعين لفوق، ولازم يكون مقاسات مضبوطة. بعد ما انتبهت للمثلث لاحظت أنه غير متناسق، وهذا خطأ، بس راح تمشي الأمور. بس الأفضل تكون مثلا المربعات اللي تحت 8×8، ورأس المثلث يكون الأفضل أطول، يكون مثلا 10 سنتي، عشان لما يلتقون صح. هنا انتبهت لما لاحظت انه اطول، قصيتهم وخليتهم 8 سنتي، هنا شليت 2 سنتي 2 سنتي. فاتمنى بعد تكون اطول المثلثات، بس حلو مشت الامور. انا حاولت اني احط صمغ بس ما طلع يعني حلو، فحسيت انه احسن بالتخريم، فخرمت 4 جهات عشان احط لون شريطه مناسب.
هنا نفس مقاس رأس المثلثات، راح أطبع لي أربع جهات شكلين شكلين، يعني هذه الورقة أخذ منها مثلثين، والورقة الخضراء هذه راح أخذ منها مثلثين. مرات تلاحظون أخذ التليفون، لأن عموما كنت أصور فيديو لليوتيوب، بس حبيت إني أنزل بعد فراتي للسناب للمتابعين السناب، وهذا سنابي وأتمنى متابعتي. بديت أخلص هنا هذا النموذج الثاني، خرمت من جميع الجهات أربع جهات، وحطيت شريط أبيض، أنا شفته مناسب للأبيض والأخضر، عاد أنتي حرة بالألوان بالتعليقات، وحطيت فيه الشوكولات، وهنا خلصت. فعندي نصيحة للي يسوون توزيعات، رجاء ابتعدوا من الحلويات المنتهية مليانة أصباغ تلقون في البقالات ثمنها رخيص، هنا أحس تضرون الأطفال، الأطفال أي شيء قدامهم يأكلونه. وهنا مثل ما يقول مثل المصري، إيد واحدة ما بتسقفش، هزيت أبيه ينفتح عشان آخر فيديو. أتمنى الفيديو عجبكم، أتمنى تشتركون بالقناة، وإذا تكرمتوا ولطفا وليس أمرا وضع لايك، وأشكر متابعتكم.